عليكم. السلام رحمة عليكم. الله وبركاته. اهلا يا فندم، اتفضلي. ربنا يديلك الصحة والعافية. أنا عندي عزبة 30 فدان، ايوه عندي عزبة 30 فدان في العياط ايوه في قرية اسمها الرقة الغربية. المزارع اللي عندي واخد بالك هو وعياله وولاد عمه حطوا ايدهم على الأرض ده من كان 25 يناير 2011. ده كان بيشتغل ولا واحد كان فبراير قالوا لي ما فيش حاجة وضربوا عليا عقود بالأرض، هو كان شغال في واخد بالك الأرض ولا وقت مستأجر يا حاجة؟ هو مستأجر، أيوه راجل مستأجر ومعايا عقد الإيجار ورفعت فسخ بالعقد والمحكمة بالعقد واخد بالك، وخدت حكم عليهم 2012 والنهارده 2015 الحكم ما اتنفذش وهم ما بيدفعوش إيجار، وقالوا لي انت خدت حكم بالليل واشربي ميته ونجحتي ونفذتي المحكمة الحكومة هتنفذ لي في نص ساعة، تاني يوم هنقعد في الأرض. وخطفوني وقالوا لي كانوا عايزين يمضوني على عقد بيع، قلت لهم قطعوا صوابعي واخد بالك ومش رمزي على عقد بيع، وما نزلتش ومحرمين عليا انزل العزبة لغاية دلوقتي من 2011 4 سنين مش عارفة أشوف أرضي، ما باخدش إيجار، مش عارفة أنزل أشوف أي حاجة، مش عارفة أعيش، أنا تعبت ومفيش حد. وبعت للجيش وبعت للداخليه ولفيت كتير وتعبت، نفسي 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 ارضي ترجع لي. طيب والكلام ده مش عاملينه معايا انا يا بس، حاجة فوقية، الكلام ده عاملينه معايا وعاملينه مع سياده المستشار رئيس محكمه الجنايات واخدين ارضه واخد بالك، وعاملينه مع حرم المشير عبد الغني الجمسي، يعني واخدين من العزبه حق عشان كل الناس يعني احنا الحياة حوالي 200 فدان معاهم. عندنا عصابة بتقوم بالاستيلاء على الأراضي. حضرتك ايوه معاكي حكم من المحكمة بتمكينك من الأرض. ايوه طيب بكرة إن شاء الله هتاخدي معاكي صورة هذا الحكم ايوه وهتتوجهي للمهندس محمد صبحي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة. أنا هنسق لك معاه علشان هو بنفسه يقوم بالتنسيق مع السيد المحافظ ونعرف ميعاد تنفيذ هذا الحكم هيتم امتى. هتقدري تروحي له يا فندم؟ ايوه هقدر اروح الاستاذ محمد صبحي. واحنا هننسق لك معاه والساده الزملاء فريق الاعداد هيتواصل معاه ومعاكي مره اخرى علشان الميعاد نفسه يبقى محدد وهنتابع معاكي الاجراءات دي. هو الراجل مشكورا هيتم التواصل مع السيد المحافظ بحيث ان انت الارض ترجع لك مره تانيه. انت الحمد لله معاكي حكم محكمه. الحمد لله، انا بشكر ربنا ان المحكمه نصفتني وان المحكمه جابت لي حقي، وبتمنى من ربنا ان كل واحد ارضه اتاخدت منه ترجع له. لان هقول لك حاجه ببساطه، الناس اللي بيغتصبوا الاراضي دول بيغتصبوا ارواح البني ادمين. اللي بيسرق محفظه بياخد 3 سنين سجن، اللي بيسرق ارض الناس وبياخد قوتها وبياخد حياتها ده يتساب ازاي؟ ده لازم ياخد حكم، وحكم ملوش حل، لان هو هو المفروض بيهدم اسره وبيهدم عيله وبيهدم الدنيا كلها وبيهدم بلد. عزبه 30 فدان بقالهم 4 سنين قاعدين فيها، وانا بعت عربيتي وبعت كل حاجه، انا مش عارفه، وتعبت في المحكمه وتعبت معاهم وهم بيمنعوني ان انا انزل. انا ما شفتش ارضي بقالي 4 سنين، لما رحت الارض هناك اطل عليهم او اتفاهم معاهم باي طريقه بيساوموني على ارضي وخدوني عايزين يمضوني على عقد بيع، وقالوا لي هنقطع صوابعي وحبسوني عندهم. طب يا حاجة أنا بقول انا مش لحضرتك عارفه حتى يعني أي اعمل تهديدات مركز يا الكلام حاجة ده فوقية، أي تهديدات الدولة رجعت مرة أخرى والقانون بيتم فين يا تطبيقه. باشا؟ انا خايفه انزل البلد. لا ما هو يا فندم يعني هم هناك قتالين قتله، أيوه قتالين قتله، ما عندهمش اي واحد يروح يقتل اي واحد وواحد يتبرع، انا اللي قتلت وهم زي ما هم. البلد دي فظيعه، لا هي هو بلد في الرقه الفترة الغربيه الفترة ومركز يا حاجة العياط فوقية ومحافظه الجيزه العمده وكيل العمده، وكل الناس هناك عارفين الكلام ده وعارفين ان الناس هناك عندهم القلي ده حاجه بسيطه وبيضربوا الناس وبيقتلوا. الان اللي عمل فيا كده مسجل خطر، حاجه فظيعه، انا ما شفتش كده. ربنا يخلي لنا السيسي ويخلي بلدنا وحضرتك
وكل الناس الكويسين يا رب، ويعلي ربنا بلدنا يا يكرمك. رب، وانا عايز ونشوف اقول لحضرتك الكلام ده ابدا. احنا هنتواصل معاكي، فريق الاعداد هيتواصل مع حضرتك مره اخرى، وهننسق الميعاد بحيث نبتدي مع بعض الخطوات الاولى لتنفيذ هذا القرار. وبطمنك ان الدوله والقانون رجع، اذا كان في تهديدات او يا رب معاوده الحمد التعدي مره لله. اخرى على الارض هيتم التصدي ليها بالقانون وبمتابعه السيد وكيل الوزاره. وانا بشكره لان هو يعني انت تسلم وتاخد بيجاهد يا هذا رب، وانت بيجاهد في هذا والبرنامج الملف. بتاعك. انا بشكرك، هو بيجاهد في هذا الملف بقوه في هذه الفتره، التعدي على الارض والاستيلاء على الاراضي ايضا. فان شاء الله هنبلغك بالميعاد وتبقي موجوده عنده بكره علشان هروح بكره نبتدي انا مع بعض. لمحمد دي صبحي. نعم هروح بكره يا محمد دي صبحي ايوه يا وزاره فندم، الزراعه. ايوه يا فندم، شكرا. الحاجه فوقيه بشكرك شكرا جزيلا.